لا تكن غيورا. نص الاستماع للصف الثالث الابتدائي. في أول أيام العطلة الصيفية استيقظ عادل وماجد مبتهجين وسلما على والديهما، ثم تسابقا ليكتشف كل واحد منهما الهدية التي أحضرها الوالد. عندما رأى عادل الهديتين صاح في بهجة: انظر يا ماجد، إنهما دراجتان كتب على إحداها من أجل عادل وعلى الأخرى من أجل ماجد. ماجد. نعم، لكن ألا ترى أن دراجتك أجمل من دراجتي؟ عادل. صدقت يا أخي، ما أجمل دراجتي، لونها أحمر وعجلاتها قوية ومقعدها مريح، وكذلك دراجتك يا أخي. ماجد. لا، ليست كذلك، فلون دراجتي الأزرق لا يعجبني. عادل. أجاب ماجد بنفور: لا، لن آخذها. وبعد تناول طعام الفطور شكر الشقيقان والديهما على الهدايا، وكان عادل فرحا بينما بقي ماجد صامتا. سأل عادل ماجد: هل سترافقني لنركب دراجتينا في الحديقة؟ ماجد: الأم: لماذا لا تلعب مع أخيك يا ماجد؟ ألم تعجبك دراجتك؟ ماجد بصوت خافت: بلى أعجبتني يا أمي، لكن دراجة عادل تعجبني أكثر، فهي أجمل من دراجتي. الأم: يا بني، قد يبدو ما لدى الآخرين أفضل مما لدينا في بعض الأوقات، فلا تكن غيورة وكن راضيا قانعا واسعد بما أعطاك الله، فالقناعة كنز لا يفنى. ماجد: شكرا يا أمي، إن أفضل هدية تلقيتها هي ما تعلمته منك الآن، وأعدك أن أرضى بما لدي ولا أطمع فيما لا أملك. وفي الختام نشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.